السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا متابعي قناتنا الأعزاء. نتناول في حلقة اليوم التعريف بتطبيق Offline Maps وذكر أهم خصائصه وميزاته. Offline Maps هو تطبيق من إبداع فريق بسايبيريا، ويشتغل بنظام أندرويد، وللأسف فإنه لا يدعم نظاما آخر سوى هذا النظام. كما يبدو من اسمه Offline Maps فإنه تطبيق خرائط يعمل في وضع عدم الاتصال. يكفي أن تقوم بتصفح الخريطة التي تريد تحميلها وسيبقى كل ما خزنته متاحا في وضع عدم الاتصال. كما يمكنك تحميل الخريطة عبر خاصية تخزين منطقة الموجودة فيه. وتطبيق Offline Maps أهم ميزة فيه هو أنه تطبيق للملاحة البرية الحرة. من أهم الميزات التي يوفرها هذا التطبيق مهلي، يدعم الكثير من الخرائط المعروفة مثل خرائط جوجل وبينج وغيره، ويدعم أكثر من 20 نوعا. كما يمكنك تصفح عدة أنواع من الخرائط في نفس الوقت عبر جعلها في المفضلة والتبديل بينها في نفس الوقت. كذلك من ميزاته تخزين المئات من الإحداثيات وتسميتها والتحكم فيها حسب حاجتك. كذلك أنه يدعم نظام الملاحة الجي بي اس، حيث يمكنك تحديد نقطة على الخريطة وجعلها وجهة يقوم بتوجيهك إليها. كذلك من ميزاته إمكانية رسم طرقات على الخريطة وحساب طولها، وكذلك رسم مسارك الحقيقي على الخريطة. كذلك إمكانية قياس المسافات والمساحة بدقة، وكذلك إمكانية مشاركة النقاط والإحداثيات بسهولة تامة.